يعني بكل تأكيد احنا نحتاج الى مباريات على مستوى عالي، لكن على اساس انه احنا بشكل وبآخر نختلف عن باقي، لربما مع ثقافة التقبل النتيجة يمكن يعني لربما تأثر نفسيا على اللاعبين، او لربما تأثر يعني بالوسط الإعلامي او الجماهير وغيرها من هذه الامور، لكن هي في كل تأكيد يعني صب في مصلحة إضافة الخبرات الكبيرة لمنتخبنا الوطني، ونتمنى انه ان شاء الله يعني المنتخب يعني على اقل تقدير يحضر اغلب لاعبي المحترفين واللاعبين المحليين، وبالتالي نقدر نكون او نشكل يعني فدنت الى المنتخب الروسي ونستفاد من هذه المباراه بغض النظر عن نتيجتها. ارجو ان لا ينظر الى النتيجه بقدر ما ينظر الى الاستفاده الكادر التدريبي واللاعبين من هذه المباراه. كابتن، عوده الاسماء اللي اكتشفتها مسبقا، ممكن سعد ناطو، بشار حسين، وهذا الجيل الصفا هادو وغيرهم، اصبحت ضروريه في ظل تبقى هي قناعة مدرب، وبالتأكيد يعني هي محترمة، وإحنا قلنا يعني كل أبنائنا سواء اللي هم خارج العراق واللي هم وجبرتهم الظروف هم أبناء الوطن، يعني أنا لا أقول عليهم مغتربين بقدر ما أقول أبناء، لا يوجد فرق بقدر ما يوجد العطاء، وبكل تأكيد اللاعبين يمكن الآن اللي هم في الخارج يعني تأسيسهم يكون أفضل، هذا ما عليه خلاف، لأنه المدارس الكروية والتعليم المبادئ الأساسية الدفاعية والهجومية الصف في صالحهم بهذه الأعمار، ولذلك نعول ويبقى المقياس الحقيقي عطاء داخل الملعب، أضف إلى اللاعبين المحليين الموجودين معنا على مستوى عالي، وهذا الخليط بالتالي أنا أرجو أن تكون الابتعاد يعني دائما الإعلام والابتعاد أن من هذا الموضوع، ما أرجو أنه مثل هاي الهواء وهذا الفراغ يتوسع أنه ما بينك لاعب اسمه لاعب أجنبي ولاعب اسمه محلي، وبعدين الكل ينظر من وجهة نظر الشخصية، وبالتالي تكون تبعاته على المنتخب بقدر ما ننظر للمنتخب هو وحده واحد، وأي واحد يمثله هو على قدر العطاء، وبالتالي مدرب هو المسؤول، وإلا الأمور يعني إحنا أنا ما أريد يعني نتكلم، يمكن تجربتنا السابقة أنا من كنا على المنتخب الوطني امتدت فترتنا إلى سنة وثلاثة أشهر، يعني كثير من الانتقادات أنه هاي بها مجاملة المجموعة اللي اختارها باسم ومجاملة، وبالتالي كتنش مدرب أجنبي يستلم المجموعة اللي إحنا سلمناها، وحوالي 95% من اختياراتنا استمرت ثلاث سنوات مع المدرب كتنش، يعني الحمد لله إحنا أرجو أن تكون الثقة إن شاء الله موجودة، وبالتالي أنا أقول يمكن بطولة الخليج وضعنا الخطوة بالطريق الصحيح، ومدربين إن شاء الله يعني قادرين أن يحققوا طموح وتطلعات جماهير العراق إن شاء الله.